دي قناه شوفتي دي. اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، او بالضبط من هذه المنطقه اللي تابعه لمنطقه عين الشرق اللي كيف ما كتشاهدوا معنا كلها حفارين طريق مقداش. واخا دابا الليل ما كيبانش، ما كتبانش الصوره واضحه وما كيبانش كيفاش هذا الشيء مزيان، ولكن الطريق فعلا كلها حفارين وانتم هذا الشيء كتشاهدوا من خلال السياقه ديال السياره اللي بات مقداش، خاصه السائقين اللي تيكونوا بالليل كتشكل عليهم خطر بزاف. تشاهدوا معنا الحفارين مثلا كيرقعوا الطريق كيف ما كنقولوا، ماشي كتصاوب الطريق كامله من الاول حتى الاخر، لا غير كترقع وصافي كما كتشاهدوا معنا، وكتشكل خطر كبير خاصه بالليل كتكون السرعه زعما زايده، كيكونوا المطر حتى هما السرعه زايده اكثر، يعني كتشكل عليهم خطر. يعني كنتمنوا الناس المسؤولين على الاشغال مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة عين الشرق انهم يدخلوا ويحلوا هذا المشكل. اش من بلاصة في عين الشرق هذا شارع مكة كنظن، ما عرفتش بالضبط الشارع، هذا ماشي شارع فاس، يكون شارع مكة. المهم راه تابع لمنطقة عين الشرق بالنسبة للناس دخلوا لهذا البث المباشر كما كتشاهدوا معنا، وخاصة بالليل تتشكل خطر على السائقين. هانتوما كاع كتشوفو مكيناش كاع الكهرباء والطريق محفرة، يعني كتشكل خطر، الناس كيكونوا كيعرضوا حياتهم للخطر، خاصة السائقين أصحاب الدراجات النارية. ما كاينش مزيان، ما عرفتش كيبان لكم مزيان ولا لا، ولكن راه الطريق كلها محفر. نتمنوا الطريق انها تقاد وما يبقاوش فيها هاد الحفارين وهاد المشاكل هادي اللي فيها، باش الانسان يكون غادي في الطريق ديالو ومأمن على راسو، حيت يقدر الانسان بعض المرات غير يهرب على حفرة يدير اكسيدون. نتوما حيت ممكن تجي واحد نقربكم الصورة أكثر، هانتوما كتشاهدوا معنا الحفرة كيف دايرة هنايا، هادشي راه الطريق كاملة محفرة بهاد الطريقة هادي. نوريكم واحد الحفارة أخرين كاينين هنايا، نقربكم الصورة حيت مكاينش طريق خاوية وما كاين حتى شي واحد. هانتوما كتشاهدوا معنا الحفاري اللي كاينين في هاد المنطقة اللي هي تابعة لمنطقة عين الشرق. أنا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي كنكونو وصلنا نهاية هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعة. هذا كيقولوا ليه الشارع فاطمة الفهرية مقاطعة عين الشرق. هنا مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي كنوصلوا لنهاية هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعة، نتلاقاو في مباشر آخر. السلام عليكم.